وقف وانتظر، فهنا مدينة الحلم. اللي يريد يصير طيار، اللي يريد يصير طبيب، اللي ممكن كل شيء يتحلم من خلال مستقبله. كل الأطفال بكل أحلامهم وكل أمانيهم موجودة هنا بمدينة الحلم الخاصة بالأطفال. هاي المدينة توفر العديد من الأمنيات للأطفال يعيشوها على أرض الواقع، أكثر من 25 تخصص وأكثر من 25 قسم موجود هنا، بين طبيب، بين طيار، بين مهندس، بين مصمم، بين منقب وما شابه ذلك. اليوم حلقتنا من خلال برنامج جام الناس راح تكون خاصة عن هذه المدينة، راح ناخذكم بجولة نتعرف عليها وعن كافة الأقسام الموجودة. خليكم يعني. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم من مدينة حلم الأطفال الترفيهية والتعليمية، والآن مع ست زمرد المتحدث الرسمي أو المتحدث الإعلامي باسم المدينة. شلون ست زمرد؟ أهلاً وسهلاً. الحمد لله. الحمد لله. بداية لو ردنا نتحدث عن طبيعة العمل هنا في هاي المدينة، فكرة تأسيسها شو وقت انفتحت هاي المدينة؟ تقريبا هي صار لها سنه من انفتحت مدينه حلم الاطفال. هي فكرتها تكون تعليميه ترفيهيه، احنا نعلمهم طريقه اللعب. زين. يعني الاقسام داخل الاقسام لمن يدخلوا لها هم راح يتعلمون ويلعبون بنفس الوقت. هسه احنا ما راح نروح على اقسام، راح تشوفون الطريقه. ناخذ الجوله بس اريد اعرف بطبيعه الحال ايش كم قسم موجود هنا اليوم بها؟ احنا موجودات اكثر من 30 قسم. 30 قسم؟ اكثر. أكثر من 30 قسم. اللي تشمل مهندس وطيار. مهندس، طيار، دكتور، عالم آثار، ساعي بريد، تصميم، يعني متطرقين لهواية مهن. زين، هاي المدينة الوحيدة بالعراق لو ببغداد؟ نعم، الأولى من نوعها في العراق. بالعراق بشكل عام. بشكل عام. زين، اليوم موضوع الناس اللي تجي هنا، الأطفال اللي يجون، عندكم تعاون مع المدارس، الروضات؟ نعم، عندنا تعاون مع المدارس ومع الروضات، يجون سفرات، يعني سفرات مدرسية نستقبلهم ويمارسون العمل كله بشكل طبيعي يعني عادي. بأي الساعة تفتحون؟ بأي الساعة تعزلون؟ اوكي، احنا نتفتح، تفتح المدينة الساعة 10 الصبح لحد الساعة 11 بالليل. الساعة 11 بالليل. أنا كنت سمعت انه هيك حسب معلوماتي بها بنك او هيك باقي من الرصيد. اي بها البنك اللي هو ورا ما يشتغل الطفل ويتعلم يجمع عملة المدينة اللي هي الميزو، اللي خاصة بالمدينة. خاصة بالمدينة اللي معناها ميزو بوتاميا، اللي تعني حضارة وادي رافدين. قبل وادي رافدين كانوا يطلقون عليها هذا الاسم اللي هو الميزو بوتاميا. عندنا اربع فئات من يمها، 1 و2 و5 و10، كل فئة تمثل واحد من الحضارات الآشوري. مثلا الواحد السومرية والعشرة البابلية. هاي العملة مو يجمعها يقدر يروح بعدين يصرفها بالألعاب الإلكترونية أو يشتري بها ألعاب. في حال بقت عدة عملة وراد يغادر، يعني يطلع للبيت يفتح حساب بالبنك، حتى من يجي مرة ثانية يكون عنده رصيد هنا باسمه. هذا الرصيد بشنو يقدر يستخدمه؟ يقدر يستخدمه مرة ثانية نفس الألعاب الإلكترونية أو جدار التسلق. يعني مو بالدخول؟ لا، مو بالدخول. يقدر يستخدمها بالالعاب. مو هي هاي العمله ما راح يحصلها بسهوله. فمن تبقى عنده حتى لو 5 أو 2 هو راح يضمهن وهو فرحان، فراح يحس بقيمتها، وخصوصا انه الاطفال يعرفون يعني شلون احنا ليش بدنا نشتغل، ويقومون يتعلمون انه ما يبذرون، لانه يصيرون حريصين كلش على عملتهم، على فلوسهم اللي راح يكسبوها من المهن، يصيرون يعني يصرفوها بحرص شديد. هواي ناس عندها حساب بالبنك؟ اي هواي اكو موجودين. موجودين على طول يجون؟ على طول موجودين. زين، هنا من في حال يجون اخوان او اكثر من شخصين او ثلاثة اخوان، اكو تسهيلات؟ اكو تسهيلات، اكو خصومات، عندنا يعني باقات عائلية. شلون بالله الباقات هاي اريد اعرفها؟ هي باقات عائلية يسوون لهم خصم. زين. ان شاء الله. طبيعة الحال هسه بما انه اكثر من 30 قسم موجود هنا، فمنين تحبين نبدا بيا قسم؟ براحتكم. أنا يعني حاب موضوع المنقبين. اوكي، نروح على المتحف اوكي. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم على امل انه نشوفكم بقيه الاقسام الموجوده هنا. يعني في حال الطفل راد يكون طبيب بامكانه هنا يكون طبيب، في حال راد يكون صيدلانه بامكانه يكون صيدلانه، وفي حال يكون مهندس راح يقدر يكون مهندس. خليكم معنا يعني.
اكو عملية القاء القبض راح تصير. نعم اي نعم اكيد. من المجرم؟ المجرم الثعلب. ثعلب شايفين الثعلب؟ لا. شايف الثعلب؟ لا. شايف الثعلب؟ لا. شلون راح يلزمون الثعلب؟ والله هسه احنا نحاول ندور بالمدينة وان شاء الله نلقاه. انت هسه منو الضابط اللي بيهم هنا ضابط العملية؟ هم ان شاء الله كلهم ابطال، هنا عندنا هم قائد. شو اسم البطل؟ امير. تعال امير. تعرف الثعلب السوى ولا لا؟ لا. ما تعرف؟ سوى حريق. سولف له شلون؟ هسه احنا ليش نريد نقبض على الثعلب؟ لان سوى حريق، اوكي؟ هسه شنو مهمتنا؟ نقبض عليه وين نودي الثعلب؟ السجن. عافيه؟ السجن عافيه، انت هسه الضابط مالتنا؟ اموري. راح ينفذ العمليه؟ نريدك وين مسدسك؟ نسيت. شايف الكرام راح تكون اكو هناك عملية حرق. ان شاء الله. لحد؟ لحد ما نقبض عليه. الله يلزمون الذيب. ما ادري ليلى والذئب. ليلى والذئب وثعلب. بس مال الذئب يسوي حريق. هاي قصه وسيناريو خاص بالمدينه، راح نرافق هاي العمليه اللي راح تتم، خليكم معنا. ضابط العمليات. نعم. خلصت العملية إن شاء الله. تعال موري. إحنا شو نريد هسه؟ شرطة المدينة سباع. أكيد. شو راح تسوي للثعلب؟ سجنه. تاخذ راحتك قل له تبقى هنا بعد. شلون يحرق الفندق؟ وموجودين أنت شرطة المدينة الأبطال. يا تصفق لهم؟ والله. يلا نصفق. شرطة المدينة. أكيد الأبطال. هاي سجاد على طول هيك؟ اكيد ان شاء الله. هاي يومية هيك القصة انه الثعلب خطية. الثعلب عندنا يومية انا مخليك؟ الله يسعدك. اي والله بس احنا خطية نرحم بينا وبات نطلع غير مهمات. نبحث عن قطع وهم يسرق قطع اثرية. غير شيء. والله يا رأي شو تقول؟ نعم شايف الكلام بالتأكيد تواصلني وياكم على امل انه نشوف بعد فعاليات اخرى موجودة هنا بمدينة الحلم. خليكم معنا. توقف ويج عافيت سوي التحية. يلا واحد واحد سوي التحية تمام؟ ما تعال. وين التحية؟ تحية عمو. تحية. تحية يا بطل. شاي كرام احنا وياكم حاليا بقسم الروبوتوس، بالتالي هنا ايضا يعلمون الاطفال كيفيه صناعتها والاشياء التكنولوجيه، خصوصا انه بعض الاشياء اللي موجوده هنا وشلون ايضا بصناعه الروبوت وكيفيه اول عجله او اول روبوت صعد على القمر. الزمرد اول روبوت صعد على القمر. اي موجود هنا الى مصغر الى يعني مسوين مثل شكله مصغر نحكي لهم عليه انه هذا اول روبوت صعد للقمر. وبالتالي الاطفال هنا ذن الاشياء اللي موجوده والتابات هي كلها هاي هنا روبوتات مصغره اللي احنا يعني نستخدمها خلينا نقول بحياتنا اليوميه، واهم شيء انه نعرفهم احنا اللي صنعنا الروبوت واحنا حتى نستفاد من يمه، يعني مو الروبوت احسن من يمنا. احنا اللي صنعناه كبشر. احنا صنعناه كبشر واحنا احسن من يمه. زين هسه هنا من قسم الروبوت اكو شارع المتنبي. يعني نعم. من التكنولوجيا لل الثقافة. طبعا انه مدينة تعليمية ترفيهية. شارع المتنبي. حتى شوف اكو مكتبة شوي احكي لنا عن هذا القسم. هذا القسم يكون يعني هو مثل الشارع المتنبي بس خاص بمدينتنا. عندنا هنا يعني كتب وقصص من دار البراق، وهنا كتب للبالغين هم. يعني مو بس للاطفال، دام جين الاطفال عندنا وللبالغين. يعني الكتب اغلبها خاصة بالمدينة لو خارج المدينة؟ لا موجودة خارج المدينة هم. زين.
يجون هنا الأطفال؟ يجون هنا الأطفال، وطبعاً إن شاء الله خلال فترة معينة وراح يكون عندنا تنظيم شعر هنا، يعني مهرجانات ما الشعر داخل شارع المتنبي إن شاء الله وراء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المنصة وين راح تكون؟ إحنا نرتبها. زين هناك ومقهى وقعدة وهاي الأشياء. هو إحنا شارع المتنبي متكامل. زين هسه من الضفة هاي للضفة الثانية؟ الضفة الثانية. الضفة الثانية شكو هنا؟ الضفة الثانية تشمل زون الأطفال. زون الأطفال. اللي هم ما دون الأربع سنوات. ما دون الأربع سنوات. يعني أربع سنوات وجوه مخصصين لهم هذا القسم، يقدرون يلعبون هنا وينتظرون لحد ما يصيرون يعني أعداد معينة، وراها نسحبهم بجولة داخل المدينة ويا المس المختصة يعني بهذا القسم، تأخذهم بالقبة الفلكية، بسيارة الإطفاء، بسيارة الإسعاف، لأنه الأعمار يعني هاي الأعمار الصغيرة نقول إحنا ما نقدر تروح على الأقسام الثانية اللي ممكن ما بالغين عليها بالضبط، راح يعني ما راح يستفادون شيء من يمها لأنه مو كلش بالغين. فهاي هنا هذا القسم زون الأطفال، زون الأطفال في هذه المنطقة، هاي المنطقة لهم. عشان نكمل بعد بأقسام أخرى إن شاء الله. زين بس خلي نروح نشوفها، يعني ما شاء الله مشاهدينا متابعينا أنه كل الأشياء هنا جميلة ولطيفة، بالتالي كل ما يحلم به الطفل أو كل ما يتمناه الطفل أنه في مخيلته، خصوصا وأنه سابقا أحكي عن نفسه طبعا، ممكن الطفل بده يصير طيار بده يصير طبيب وكذا، فبإمكان الأطفال بدل ما يلعبون بيت البيوت يجون هنا يشوفوها ويعيشوها قصة حقيقية. متواصلين وياكم، خليكم هنا. حاليا طبعا بعد ما احترق الفندق هنا جوله اسعاف والاطفاء، شلون المعنويات تسوي الاطفاء؟ هاي النار، هاي النار تعجب يجي بيجي بيج. شو اسمك؟ ادم. ادم جاي تطفي حريق. طفي الحريق. اي بعد الحريق شو تسوي؟ الله الهواء بارد. شلون البطل؟ زيد باقي شويه. زيد بعد اكو عفعت فوق؟ لا. ها هول 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 لو كاي منو هاي شلون زينة. اطفي الحريق. اطفي الحريق. يلا يلا بيجي بيج بيج. عدل 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 عدل. عفيه. يلا بعد الحريق. بعد شويه. طبعا بعد الحريق راح يكون ابو الاسعاف موجود هنا، والشرطه حاليا بهذا بالتحديد في هذا الوقت قطعوا الشارع بشكل كامل، الاسعاف موجوده، شكو واحد او شكو شخص موجود بالفندق راح يطلعونه وينقذونه اطفالنا اللي موجودين. حاليا فريق الاسعاف نزل راح يطلع الضحايا اللي موجودين هنا او الناس اللي مصابين هنا. خلينا نشوف العمليه نتابعها. الله 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 الله. عافيه بالسبع، قوموا ثقيل. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه بطل. يلا عافيه عافيه عافيه. شوفوا طبعا هنا الاطفال جاي يمارسون دورهم بشكل طبيعي. خلينا نصعد وياهم، خلينا نصعد وياهم، خلينا نصعد وياهم. شوفوا الحمد لله على السلامة. شلونهم الأبطال؟ يلا ابني هالسلامة. زينين؟ سوي لنا CPR. يلا قوم وقف، قوم وقف.
سي بي ار انعاش عافيه ما شاء الله والله في هالعمر ما اعرف هالاشياء عافيه ايه بعد 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 سوري لا اسوم جاي سوى تسعه اسمك انت تعال رائد ها رائد رائد شنو حلمك بالمستقبل دكتور دكتور هسه اليوم جاي تمارس المهنه نعم حلوة حبيتها؟ ايه انت قبل ما تخيل اليوم طبقتها ايه حلو؟ نعم ها؟ ايه شو اسمك انت الحلو؟ حسن حسن شو تحب تصير بالمستقبل؟ دكتور دكتور هسه اليوم مارستها انت حلوة الاشياء؟ ايه بس وين راح تروحون؟ راح تودون للمستشفى؟ ايه يلا احنا نتعليك بالمستشفى اذا راح ننتظر فريق الاسعاف بالمستشفى اللي موجود على ما يجيبون المصابين خليكم معنا طبعا وصل فريق الاسعاف للمستشفى حاليا راح ينقلون المصاب للمستشفى شلونهم يلا 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 نفتح الباب يلا هذا الفوق بعد حسون وين الطاس الله 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 لا مو شيء ممكن فوق مو شيء هلا بالابطال يلا يلا بطل بطل وين البقيه وين البقيه علي كيفك خل خل خلي جنس بقيه لو ناخذ يلا اركض 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 تعال 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 يلا التصوير يلا حسون يلا 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 اه وين الطوارئ وين الطوارئ جيبوا 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 يلا 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 بسرعه بسرعه يلا شلون ننقذ عافيه ما شاء الله الاشياء صحيحيه هنا سووا له بعد هاي لو ما سووا له. شباب ما عنده شغل خليه يروح منا، خلوا الاطباء يشتغلون براحتهم. يلا عبش صفقة. شو اسمك؟ دارين؟ لارين. لارين، هسه احنا شو نسوي؟ نصفق لكم، يلا نصفق سوية. ابطال طبعا هاي الابطال اليوم نقضوا اللي موجودين هنا، ما شاء الله، مستشفى فعلا حقيقي. هاي الاجهزة وهذا ال بطل الدم وهاي الاشياء اللي تنبض ها مسوي العمليه طبعا هنا حامل هاي المره كانت حامل طلع بيها ولد لو ابنيه بالاخير ولد سميته نعم مشاهدي الكرام بالتالي شوفوا هتشوفوا بعد شعودكم بعد من فعاليات هاي ايضا انت ريت تصير طبيب ريت تصير طبيب ايش مارست هسه انت انقذت حاله وشفت حاله هناك وهاي العياده حلو الجو؟ حلو. ها تمام الاشياء. تمام. وانت حبيبتي شو اسمك؟ سلوى. شو اسمك؟ سلوى. سلوى خطيه الحر موتها. يعني بدها تصير طبيبه بس ما تقدر يعني على هذا الحر ما تقاوم. ان شاء الله اشوفك وين؟ اشوفك مهندسه. يا مشاهدي الكرام متواصلين وياكم بجميع الفعاليات والفقرات اللي موجوده هنا بمدينه الحلم خليكم معنا. حاليا بالمتحف اللي موجود هنا للمنقبين والاخ هنا راح يسولف للاطفال تاريخ العراق القديم بديتها من بلاد الرافدين يعطي موقع بلاد الرافدين بعدين يبدا التسلسل بالحضارات وحده واحده وحده واحده مشينا الى الحضارات التي استضافتها الوديان الخصبه استمعوا ياك احنا ومع ضروره تتبع الحسابات ادى ذلك الى اختراع الكتابه في عام 3300 قبل الميلاد قبل 3300 سنه قبل الميلاد العراقيين هم اول ناس اخترعوا الكتابه سموها الكتابه المسماريه لان كانت حروفها تشبه المسمار الصغير شوفوها باعوا عليها شلون حروفها تشبه المسمار الصغير تبع الدرس نشا لاحقا بشكل مستقل في اماكن اخرى مثل مصر تم استعمال نظام الكتابه المسماريه الخاصه بالسومريين في اكثر من 12 لغه مختلفه في بلاد ما بين ينقسم تاريخها الى العديد من العصور وغالبا ما تتميز هذه العصور بحيوانات المدن المختلفه بما في ذلك الحضاره السومريه والاشوريه والأكادية والبابلية الحضارة العراقية القديمة تقسم إلى أربع عصور كم عصر؟
سومرية، أكادية، آشورية وبابلية. سومرية، أكادية، آشورية، بابلية. أقدم حضارة هي الحضارة السومرية اللي اخترعوا بها الكتابة المسمارية، وراها اجت الحضارة الأكادية اللي اشتهر بها أول إمبراطور حكم العالم. من هو؟ سرجون الأكادي. شو اسمه؟ سرجون الأكادي. شوفوا هذا سرجون الأكادي. وراها اجت الحضارة الآشورية اللي هي بمحافظة نينوى، وراها اجت الحضارة البابلية. سؤال، من أول إمبراطور حكم بلاد بابل والسوى؟ من يعرف؟ يلا يلا قول. حامورابي هو أول إمبراطور حكم بلاد بابل. سوى حامورابي؟ شرع قوانين، كتب قوانين على حجر أسود كبير باللغة البابلية بالخط المسماري، سموها مسلة حامورابي. باعوها؟ ليش مسلة حامورابي؟ تحتوي على 282 قانون. هسه عندنا فقرة ثانية، شو اسمها؟ اسمها التنقيب. شو اسمها؟ شنو يعني تنقيب؟ يعني راح نحفر بالأرض نبحث عن آثار وكنز مدفون. مستعدين؟ مستعدين. صوت عالي ما جاي اسمعكم. سؤال سؤال سؤال، الشخص اللي ينقب ويبحث عن الآثار ويدرس عن الآثار شو نسميه؟ لا، نسميه عالم آثار. شو نسميه؟ عالم آثار. يعني هسه انتوا شو راح تصيرون؟ علماء آثار. مستعدين؟ مستعدين. هذه صفقة قوية، صفقة قوية. تعالوا وراي القطار. خلينا نشوف الحملة اللي راح تكون. أنا طبعا هاي الفقرة كلش أحبها، وكنت أمنيت أكون عالم آثار، بس الأقدار متغيرة مو؟ إيه. تصدق؟ شلون راح تبحث؟ تعالوا خلينا نشوف وياكم شلون راح يبحثون. عندي خطة، اللي يلقى الكنز أنا وياه بالنص. والله؟ إيش راح تلقى؟ كنز. شنو تعرف شنو موجود هنا ولا ما تعرف؟ أي كنز. شنو الكنز؟ شنو موجود؟ أراض مع الكنز. نعم. موجود ألماس هنا وذهب. والله؟ إيه. من يطلع ماكم تجيبوه هنا؟ راح أتركم برا هناك. والله؟ برا هناك. يلا. جيب لها بسكوت ما حد يدري. إيه. حتى نروح نبيعها هناك. يلا. يلا خلينا نشوف الأطفال إيش راح يسوون. يبدون؟ منو مستعد؟ شو تتوقع ايش راح تلقى هناك؟ كنز. لا كنز قول. كنز ما واحد بعثها كنز يقول كنز مو كنز. كنز كنز كنز. بس انت عالم آثار؟ اي عالم آثار. اي شنو عالم آثار؟ عالم آثار. عالم آثار. اي يلا شلون؟ اي عالم آثار. يلا نبدا. ضعف عن حيض ضعف عن حيض ابو علي، عندنا هاي الارض فيها آثار كنز مدفون، ايش راح اسوي؟ راح انقب عليه. شلون؟ حاط المجربات، انا قاعد احفر هالطريقه واحد 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 تلقى صفحه الاثار تعطيني اياها تقطين تسمع صوت الصخره ينتهي الوقت، لو جاء غرابه تفكرها توقف على الحائط. هل الصوت عالي مستعدين؟ مستعدين! وقف القطار ورا القطار ورا. واحد واحد ينزل من يلقى كنز؟ طلع ايدك من الرابط، طلع ايدك من الرابط. تشغل تشغل بعد روح هناك. لي قدام توقع، طلع لي قدام، طلع لي قدام. برافو. هذا أول قطعة. وين صاحب المتفق انا وياه؟ انا مو متفق انا وياك تنطيني اياها ونروح نبيعها؟ ليش انطيتها؟ يلا شوفوا لنا ذهب، دور لنا ذهب، دور لنا ذهب. ذهب يا رب. كيلو وين ذهب؟ كيلو وين؟ عافيه بعد؟ اي اي احفر احفر. منو لقى كنز؟ منو لقى كنز لحد الان؟ ايش لقيت؟ كنز. وينه؟ انا حفرت انطيته؟ هم لقيت ثاني؟ ايه. انا راح ازعلك بعد.
نحن متفقين انا وياك على غير شيء. يلا مشاهدينا الكرام، حاليا احنا بقسم التصميم او مدرسه التصميم مثل ما تسمى هنا بمدينه الحلم. شوفوا الحلم، كنت حلم، شو اسمك؟ سكينه. سكينه، شو تحبين تصيرين؟ عارضة ازياء. عارضة ازياء، حلو. اليوم تبغى تصمم؟ ايه هذا تصمم تقبل مو مصمم. تحبين المجال مال التصميم؟ ليش حبيتي؟ تاثرت ببابا ماما؟ لا مو عارضة ازياء. زين شوفي، يعني يمكن واحدة نادرة عندي، كل الأحلام اللي أشوفها لو طيار لو طبيب، أنت الوحيدة مصممة أزياء. إيه. حلو هذا الشيء. شلون الزهرة؟ أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا وسهلا. تحدث عن طبيعة الأطفال هنا اللي يجونش دائما، أنه خصوصا ثقافة التصاميم بالعراق، يعني فيك عمر لربما أكبر من. صحيح، شوف هواي يجوني بنات ويجون برا، مرات يعني مو بس بنات، يجون هواية ولد يردون عندهم موهبة التصميم. احنا هنا قسم يختص يعني بس الأولوية نخليها للبنات. اي بس مرات لما نشوف الولد عنده موهبة نخليه يفوت حتى يطلع موهبته، او نشوف شنو هو يقدر يقدم. شلون طبيعة الحال تعلميهم التصاميم، ديزاينات، الخياطة لو كذا؟ اول شيء احنا نخليهم اول شيء يرسمون الفكرة اللي ببالهم شنو، نعطيهم لوحة، هاي اللوحة يرسم فستان، خلي أشوفك نمط من الفساتين اللي راسميهن. زينة، هو أني حلم مهندسة بس أنا أحب التصميم. تفكرين أنه تصير مهندسة لو مصممة أزياء؟ أكثر شيء مهندسة. خلي أشوفك الرسمات، هذني بنات اثنين رسموهن. يعني المواهب اللي تجي كلش حلوة حرفيا، هاي موهبة. شوفوها، يعني شوفوا الأشياء. مثل قامت سو أخذت قماش وده صمم فستان، صممت فستان يختلف بعد أحلى. إذا لقينا هيك مواهب شلون ممكن نساعدهم مثلا؟ هم ترشحوهم؟ لا لا، هو هنا ماكو يعني ترشيح له، بس احنا نقدر مثلا يعني هو بس نطلع الموهبة اللي بداخلهم ونشجعهم على التصميم وحبهم للتصميم. اي سلام. وين موهوبة من هاي البنات؟ بس احنا هذني البنات الحلوات بعدهم ما رسمت. بعد ما رسمه؟ احنا بعد ما رسمه. زين، شو ببالك راح ترسمين؟ فستان. اي رسمي لقاط. يونس فستان. انت شلون تشرح ترسم اي شيء؟ ترسم بيت. ترسم بيت انت؟ بيت ترسم بيت كوخ وبي عادي ترى. يلا نشوف الرسم. يلا سي زهراء نشوف بالله شلون يرسمون. مشاهدي الكرام، خلينا نشوف اطفالنا ايش راح يرسمون.
ونتابع رسماتهم الحلوه. خليكم معنا. هلا بعمر، شلونك؟ خليك قاعد. انت حلمك تكون اعلامي مو زين؟ شنو رايك اخليك هسه بتجا واحقق لك حلمك؟ شلونك؟ انا احب الاعلام هسه. زين، تحب تقدم برامج لو تبيع نشرة؟ لين اقدم برامج. يلا اكبر زمن مويت خلاني عيد الورق يلا يلا كيو اعطيني تقديمه هسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدينا، وهذه نشره الاخباريه الموجزه تقدمها لكم من قناه شباب الفضائيه. استاذ مصطفى شلونك؟ شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. هنا بالعاده تعلمون الاطفال على الكواليس والجو؟ كواليس الجو وشرح، عفوا، شرح كيفيه التقديم بالاخبار وتقديم بالاخبار او اسئله واجوبه. اذا كان وحده نعطي إذاعة أخبار، ينشر نشرة أخبارية. إذا كان لا وياه نعطي هذه الأسئلة ويقرأ الأسئلة وجواب. هسه نسوي لقاء أنت وياه. يلا هسه عمر، أنا اليوم ضيفك وأنت اليوم مقدم برامج، بس مقدم برامج حقيقي. الزم الورقة. السلام عليكم. باوعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم يوم برنامج صحفي صغير. أرحب بضيفي العزيز في حلقة اليوم. شنو اسمك؟ علي أحمد. تحب تصير صحفي بيوم من الأيام؟ طبعاً، لأن أنا صحفي. زين، شنو تحلم تصير بالمستقبل؟ يعني أحب أصير بالمستقبل طيار، شلون مثل أطفال يردون طيارين ومهندسين. هذا يوم ما أخذ دوركم. عندك هواية معينة؟ هواية معينة؟ أي طبعاً، كرة القدم، لاعبون. أي نوع من برامج التلفزيون تحب تتفرج عليها؟ تحب تشارك ببرامج قناه شباب؟ احب اباوع على البرامج الرياضيه، لان هوايتي الرياضه. انت شنو هوايتك؟ رياضي. انت شنو هوايتك؟ اعرف هوايتي الرياضيه. لعبه كره قدم. زين، بعد كره قدم وكره سله. زين، حبيت تجربه الصحافه بمحطه قناه شهاب. طبعا، ما دام انت بيها وبعد ناس مثلك هيك حلوين، طبعا احب القناه. الى هنا وصلنا لنهايه برنامجنا، شكرا لكم مشاهدينا واللقاء. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم ايضا، وبالتالي اليوم العديد من الفعاليات اللي موجوده هنا بمدينه الحلم، خصوصا انه كل ما يتمناه الطفل من امنيات وطموحات بالمستقبل يمارسها هنا وبشكل عملي وفعل. استاذ مصطفى، نعم، يعني الاطفال اللي يجون هنا حابين الموضوع؟ طبعا كلش حابين بيه وفرحين بيه، واكو عندهم مواهب من خلال الصوت، تغيير الصوت، الالقاء. هسه هذه الموهبه اول موهبه اللي هي شفتوها حضراتكم، حبيت القاء. القاء جيد، بحيث اذا واحد يتعب عليها شويه شويه وتخليها، ان شاء الله بالمستقبل يكون مذيع جيد جدا. ممتاز. اذا احنا بالتالي اليوم راح نخرج بالعديد من المواهب اللي موجودين هنا، إذا على مستوى الإعلام والتصاميم وبقية الأقسام. متواصلين وياكم، خليكم معنا. مشاهدي الكرام، بالتأكيد يعني احنا قلنا المدينة تحتوي على 30 أو أكثر من 30 قسم موجود هنا، واحنا حاليا الآن بقسم النبات. حلو هذا الزي، كلش حلو. نعم، زمرد تسولفين عن هذا. اوكي، الاطفال يجون شو يسوون؟ احنا هنا بعالم النبات، يعني مثل باقي الفعاليات، اول شيء نشرح لهم شنو فائده النباتات بحياتنا، ونوضح لهم على اهم نقطه انه ايش راح يصير لو قطعنا كل الاشجار. هي ذا بقى راح يصير. يعني نعطيهم هاي المعلومات، ومن بعدها يبدون يزرعون، نعطيهم بذور يبدون يزرعون، وراها يقطفون.
ونشرح لهم عن نباتات، يعني احنا عندنا انواع من النباتات مثلا النباتات الجذريه وهيك امور. هاي الفيديوهات اللي تطلع هنا بالشاشه شنو مضمونها؟ المضمون الفيديو هو الكلام اللي قلته انه النباتات شنو فائدتها بحياتنا وشنو عمليه البناء الضوئي، هاي كل هالامور نوضحها. خلينا نشوف الحلوين شلونهم. الحلوين شلونك؟ شلونك؟ زينة. شو اسمك؟ ديما. ديما شو تحبين الزرعين؟ شو تحبين الزرعين؟ تمر؟ لا. شو تحبي أفضل؟ ديما. ديما ديما أختك يعني مو ديما بالأخير زرعة أنت طلعتي. زين بالعادة هنا الأطفال من يجون هم بها موهبة هاي هنا موجودين لو؟ هي يعني مثل بقية الأقسام؟ مو موهبة، احنا أنا بهذا القسم مو عن موهبة، وإنما على حبهم للعلوم. حبهم للعلوم، مادة العلوم. يعني من خلال هنا إذا شفتوا متمرس وجيد إذا يحب العلم. يعني أكو أطفال يجون قبل لا احنا نبدي ونشرح يعطونا معلومات يعني تكون متكاملة وصحيحة كلها. يعني مثل معياركم للجيد بالرياضيات جيد بالتصاميم. بالضبط، احنا نهم اللي جيد هنا راح يكون جيد. جيد بالعلوم؟ لا استمتع. اريد بيتزا وسط لحم. لا هو لا سويت. الله شلون بالله دق. شو اسمك؟ ماي بدر خالد. ها؟ ماي بدر خالد. شنو؟ ماي بدر خالد. ها؟ ماي بدر خالد. بدر خالد تصير طباخ؟ اي مستقبلا؟ نعم. شو تري شو تبيع؟ بيتزا لحم. أنا أبي تون شرقي غربي بانكيك. بانكيك طيب أحسن واحد. بانكيك طيب زين. من عندكم طباخ بالبيت؟ ماما وبابا. والله خل شوف بابا تعرف لو ما تعرف أنت من لازمتك ما تعرف. شوف تلزمها هيك باحس أنا طباخ منال العالم. ألزمني المايك. شوف سوي لها هيك ماشي. تلزمها هيك هاي لازم تبقى تسوي هيك تدرخ لحد ما تصير. شوف اللي تريده ليش تزهمنا منه راسك. يلا زين بيتزا وسط. شو اسمه الحلو؟ حمودي. حمودي عمود ايش فيك تتعب تبخ لما تعب تسوي جاي تسوي انت انا جاي تسوي حمودي حم شوف جاي غششوك. حمودي ما تعرف ايش تسوي انت. حمودي نعرف ايش تسوي. حمودي مرحبا وسهلا. طبيعة الحال هذا الشغل؟ اي طبعا هم الطبخ. اي اول شيء نشرح لهم مكونات العجينة الأساسية، بعدين نعلمهم طريقة العجينة وعجنها، بعدين هم يبلشون يطبقون على العجينة. بس عجينة؟ ايوه احس العجين هذا مال شنو؟ بيتزا؟ حيسوون دونت. اي نعم. حمودي ما وعد طلع كل شيء تعرف دونت بيتزا صح صح. الله شلون طباختنا حلوة؟ شلون؟ ريفانيا. اسمك؟ ريفانيا. 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 تعرفون يسوي لنا مرقة بانية؟ لا. لا شو تعرفون شو يسوون؟ دونات. ها؟ دونات. دونات. تيج مال يعني ديزاينك مال وحدة تسوي كيك حلويات مو مال طبخ مو؟ ها؟ ناسكة خجولة. يلا نشوف ايش طباخة بالاخير. سان بالاخير راح انتظر اشوف الطعام مالته ايش طيب لو لا. وين المطبخ؟ اللي طباخ وينه؟ فرن؟ زين المقادير شنو اللي خليتيها اليوم؟ خليت اتعلم وانا اريد اسوي دونات. هاي طحين بيض. طحين وبيض؟ كم باودر وفانيلا؟ كم باودر وفانيلا؟ بعدين خميرة. والله العظيم طباخة. متواصلين وياكم راح نشوف المواهب اللي موجودة هنا. خليكم وياي. طبعا العديد من الفقرات والنشاطات راح تكون هنا بمدينة الحلم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجديد. استاذ زمرد لو ردنا نتحدث عن الاشياء اللي راح تسووها خلال انه طبعا راح نسوي تغييرات كلش هوايه بالفعاليات واضافات جديده للمدينه يعني اكثر من هذه المهن ان شاء الله. واكو هواي مهن راح نضيف لها وراح نغيرها خلال فتره راح نسميها فتره العوده الى المدارس. مثل شنو الفقرات؟ ما السرية هاي؟ ما نقدر نصرح فيها الشهر الجاي
وبعد شهرين نصورهم ان شاء الله. ان شاء الله راح تشوفون هواي اشياء جديده. مشاهدي الكرام، قبل الختام راح نختم بفقرة أخيرة اللي هي عملة الميزو الزمرد. لو نتحدث عن طبيعة هاي العملات وتاريخها. هي عملة الميزو اللي احنا قلنا اوكي، عملة الميزو اللي هي تعني يعني مقتبسة من كلمة ميزوبوتاميا اللي تعني بلاد وادي الرافدين قديما. عندنا هنا العملة الأولى اللي هي فئة واحد تمثل الحضارة السومرية. الحضارة السومرية عندنا عليها العلامة مال كتابة بالسومرية. تمام. اوكي. وهنا الأكادية. هذا السرجون الأكادي. هنا الآشورية عندنا قلقامش. والعملة البابلية اللي بها أسد بابل موجود. زين، هاي العملات خاصة فقط بالمدينة. خاصة بالمدينة. هذا المصرف واحد يفتح حساب. يقدرون يفتحون حساب هنا. إيداع، عندنا إيداع ميزو وعندنا إيداع حقيقي هم. براعم للأطفال. الميزو أي إيداع بالمصرف هنا. لا لا، هو راح يكتسبها من المهن اللي يشتغل بها، وراها يصرفها بالواقع الافتراضي بصالة ألعاب الإلكترونية، يأجر بها سيارات. بالضبط، في حال بقت عدة عملة زايدة وهو حاب إنه يودع يقدر يودع بالمصرف. عاشت ليادي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا على كل شيء. اهلا وسهلا. مشاهدي الكرام، بالتالي مثل ما شفتوا انه مدينه الحلم، كل الاشياء بها اللي يحتاجها الطفل، كل الامنيات، كل الالعاب وغيرها من الالعاب الموجوده هنا والتخصصات اللي يحلم بها الطفل وهو يعني بدايه نشاته، انه يامل يكون طيار وممكن يكون طبيب وغيره وما شابه ذلك. بالتالي اليوم هي المدينه هي الاولى من نوعها بالعراق، والاجواء جميله جدا بخصوص انه ذا صيف او شتاء، الجو معتدل هنا، وايضا مثل ما شفتوا ايضا حتى الديكور مراعينه بهذه القضيه. فبالتالي كل التوفيق لكل اطفالنا، وعلى امل انه يحققون كل احلامهم على ارض الواقع. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل، الى اللقاء.